دلوقتي يجي ميعادنا مع الأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، واللي منها تحديد موضوع خطبة الجمعة بعنوان طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع. النهاردة هيتم تكريم الفنان محمود حميدة من أبطال العرض المسرحي في حتة تانية. في كمان 4 مباريات في الجولة 7 من الدوري المصري، وأخبار تانية هنعرفها في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة النهاردة بعنوان طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع، وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق. النهاردة هيتم تكريم الفنان محمود حميدة من أبطال العرض المسرحي في حتة تانية، واللي بيعرض على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر، وبيشارك في العرض 55 شاب وفتاة من الموهوبين اللي تم اختيارهم من بين مئات المتقدمين لورشة الممثل الشامل. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 7، هيلتقي حرس الحدود مع المصري الساعة 3:15، في نفس التوقيت هيلتقي بيراميدز مع الإسماعيلي، والساعة 5 هيلتقي البنك الأهلي مع الزمالك، والساعة 7 هيكون لقاء الأهلي مع فيوتشر.